ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. على إثر الحادث المفجع لانحراف قطار يربط بين الرباط والقنيطرة على مستوى منطقة بوقنادل اليوم الثلاثاء والذي خلف عددا من الضحايا والمصابين، أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء اللذين انتقلا إلى مكان الحادث قصد نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط. وفيما يلي نص بلاغ الديوان الملكي، على إثر الحادث المفجع لانحراف قطار يربط بين الرباط والقنيطرة على مستوى منطقة بوقنادل يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 والذي خلف عددا من الضحايا والمصابين، أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الذين انتقلا إلى مكان الحادث قصد نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط. ومشاطرة من جلالة الملك لأسر الضحايا ألامها في هذا المصاب الجلل وتخفيفا لما ألم بها من رزق فادح لا راد لقضاء الله فيه، فقد قرر سيدنا المنصور بالله التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم معربا لهم عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة ودعواته إلى الله تعالى بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.